ويسعد لي اوقاتكم حبايبي وشعب الكشخة، كيفكم؟ شو اخباركم؟ انا اليوم متحمس على هذا الفلوج لاني وعدتكم فيه من زمان، واليوم رح صور لكم اياه. بتأمروا طلبات كثير عم تجيني، خالد وين الفلوج؟ خالد صورنا الفلوج. حاضر حاضر حاضر، انا مقصر باتجاه قناتي على اليوتيوب. المهم اليوم رح صور لكم الفلوج. هلا طالع انا على المطار، كل ما اطلع لازم اخذ معي هي الشنطة، وبقلب الشنطة في سماعاتي، سماعات طيران بوز. طبعا هدول من احسن السماعات ممكن اي حدا يستخدمهم. الايباد، نوت بوك، قلم، وفي هون تشيك ليست، هي تشيك ليست تبع الطوارئ وتشيك ليست تبع الطياره العاديه، وفي كمان ورقه الويت ان بالانس، بنعمل الوزن اما نطلع بالطياره نتاكد انه نحن فينا نطير بالوزن الموجود عليها. هاي بقيس فيها قديش معنا وقود بالطياره حتى نقدر نطير مده معينه. POH Pilot Operation Handbook، هذا بنستخدمه حتى نشوف شو الحدود تبع الطيارة أو شو أقصى شيء فيها تعمل الطيارة لما بدنا نعمل أي مناورة أو شيء هيك بالطيارة، نشوف إذا الطيارة هي بتقدر تعمل هالمناورة ولا لا. Log Book تبعي هم سجل فيه ساعات الطيران، والزيادة اليوم الجو برو والوصلات. بروح قبل الرحلة قبل بساعة، صار وقت نحرك. لحظة، بروح قبل الرحلة بساعة حتى اعمل شيء اسمه البري فلايت، اللي هو انه بتأكد انه اوراق الطيارة كل شيء اوكي، وهل امنة للطيران ولا لا، وبتأكد قديش فيها فيول، وهل محتاج اني اعبيها ولا لا. خلوني ارجع لورا لانه شكلي رح اخبط ولا لا. اوكي لا. كان المفروض اني صور هذا الفلوج امبارح بس كان الجو مو حلو فما طلعت بصراحة، واليوم الجو مثل ما شايفين كثير حلو، وقت مناسب اني صور لكم الفلوج. احنا وصلنا هلا بعيد المكان عن بيت تقريبا شي ربع ساعة. خلينا نروح نعمل بري فلايت. Hey what's up? How's it going? اوكي هلا هون انا باخذ مفتاح طيارتي وباخذ الفايل تبعها، بس الطيارة هلا طالعة مع حدا تاني فرح استناها على بين ما تجي. عبين ما نستنى الطيارة هلا بدنا نقعد هون نتسلى، فينا نشرب قهوة وشاي. أنا شربت قهوة بس يلا ما بيمنع مرة تانية. طبعا هذا المكتب دغري هيك على المطار، بتفتحوا الباب بتصيروا بأرض المطار. اوكي اجت الطيارة، صرنا جاهزين، كانت طالعة مع حدا فأكيد طلبنا يعبوا له فيول. طيارتنا هون. ورح نكمل الفلوج هلا بعد 3 ايام، مثل ما قلت لكم صار في مشكله بالطياره فقررت كنسل، واخر 3 ايام كمان كان الجو مو حلو، اليوم الجو ما شاء الله صافي، وان شاء الله رح تكون رحله موفقه. خلونا نكمل الفلوج تبعنا.
Clearance delivery, Cessna 51794 at least. A plane with information hotel requesting radar service to the west. Cessna 51794, Riverside clearance, maintain out of below 2500. Tulsa departure frequency 124.0, squawk 0207. At or below 2500, frequency 124.0, squawk 0207, 7904. Cessna 794, contact ground. Contact ground, 794. 55, rotate. وهي رجعت من الرحلة، اجيت بدي روح على الجيم، طلع اليوم احد فبيسكروا بكير، بس ما زعلت لانه حيسكروا بكير وما حقدر لحق لانه انا كتير جوعان وبدي اكل. في عندي ستيكات من امبارح نقعتهم، بعد اغلب رح نعمل ستيك، حطيت لهم شوية بهارات امبارح هيك وزبطتهم، شي حيطلعوا طيبين اليوم. اوكي، اكلنا وروقنا، عبينا البطون وطرنا كمان. بدي اعتذر منكم لاني ما ورجيتكم صور كتير خلال الرحلة، لانه بصراحة حبيت ركز اكتر بالتدريب، ما حبيت التهي بالكاميرا، لكن بوعدكم ان شاء الله مستقبلا اني صورتكم اكتر عن الرحلات اللي بعملها. المهم، انا ماني حاب انهي الفلوج هلا، بدي نزل صورة على الانستغرام وحابب اشوف اسئلتكم شو حابين كمان اني انا احكي، حتى هيك ندردش شوي مثل اول وناخذ ونعطي. ف رح استنى هلا اشوف اسئلتكم على الانستغرام عندي ونكمل هذا الفلوج. اللي مو عامل لي فولو على الانستغرام، هذا هو الانستغرام تبعي، روح اعملوا لي فولو وخلوكم معي اول باول، لانه دائما انا بخبر على الستوري شو بدي اعمل الخطوه الجايه على يوتيوب او اي خطه عندي اياها. رح تلاقوا في اشياء ما تعودتوا عليها بالمستقبل، استنوا قريبا، في عندي كذا شغله ان شاء الله. ما رح احكي شيء هلا، بس خلوني هلا اشوف الاسئله تبعكم وندردش. عم كمل التصوير بعد 3 ايام، هذا المقطع بعد 3 ايام عن اخر مقطع شفتوه. بدي اعتذر منكم بس كان عندي شوية دراسة وكنت مشغول، فقررت انه لازم اخلص هذا الفيديو واحكيكم شوي لانه تأخرت عليكم. انا اسف جدا. جاوبت عن بعض الاسئلة اللي سألتوني اياها على الانستغرام، واخترت بعض الاسئلة حتى اجاوبكم اياها عن طريق القناة تبعيتي، لانه مو كل الناس عندها انستغرام، بس اللي عندهم انستغرام روحوا تابعوني على الانستغرام. المهم، بعض الأسئلة حاب جاوب عنها هلأ، لأنه في ناس ما بتعرفني منيح وانضمت للقناة ومن زمان أنا مو كتير أكتف على القناة، فندردش شوي مثل ما قلت لكم. المهم، أول سؤال من صديقتنا سارة، شو تحصيلك الدراسي قبل ما تدرس طيران؟ قبل ما أدرس طيران أنا كان معي بكالوريوس بالإدارة والتسويق. طبعا في ناس رح تربط البكالوريوس بدراسة الطيران، الطيران بيطلب منك فقط شهادة سنوية ويفضل بالعلمي، لأنه بعض المدارس ما بتقبل الشهادة الأدبي لأنه بدهم يشوف عندك رياضيات وفيزياء.
السؤال الثاني حابب اني جاوب عنه، كان في اسئله مشابهه له، اللي هو هل ممكن انك تمثل على حالك لترضي نفسك؟ واللي مشابه له كمان كان في اسئله ثانيه بس ما راح احكيها كلها، لكن كمان بدي رايكم من هذا الكومنت. ما بتتعب من كونك شخص ايجابي واحيانا ممكن تتظاهر بالقوه والنجاح اغلب الوقت؟ طيب للأمانة أنا دائماً بشوف تعليقات من هذا النوع، أنه خالد أنت بتتظاهر بالإيجابية أو بتتظاهر بأنك شخص إيجابي ومن هالشي، مع أنه مبين عليك تعبان، مبين عليك مو بأفضل حالاتك. أنا صحيح أنا مو بأفضل حالاتي، أنا صحيح ممكن أحيانا بكون تعبان وبرجيكم قديش أنا إيجابي، لكن الإيجابية اللي فيني مو مزيفة، إيجابية فعلاً موجودة فيني. مو المفروض يكون الإنسان شخص إيجابي فقط لما يكون مرتاح، لأنه الإيجابية يعني مطلوبة منك أكثر لما تكون أنت بالعكس تمام، لما تكون أنت في عندك تحدي، لما يكون في عندك صعوبات بدك تواجهها، لما يكون في عندك عقبات لازم تتخطاها، ساعتها الإيجابية مطلوبة منك أكثر من لما تكون أنت مرتاح أو ما تكون إيجابي. صحيح أنا هلأ حاليا في عندي عقبات، في عندي تحديات، في عندي أهداف لازم أحققها، في عندي أهداف ما بعد أهداف الموجودة حاليا قدامي، فبيتطلب مني هذا الشيء أن يكون إيجابي أكثر من لما أوصل لمرحلة أني أشوف حالي أن أنا مرتاح فيها. بس دائما رح أكون إيجابي بغض النظر أني أنا شو وضعي الحالي، هل أنا مرتاح بحالتي الاجتماعية أو لا. ما بعتقد في حدا مرتاح 100%، كل إنسان في عنده صعوبات بده يواجهها، وفي عنده عقبات، أو في عنده أي شيء ممكن يواجهه، فبيتطلب هذا الشيء منه أنه يكون إيجابي. فالإيجابية مطلوبة بشكل أكبر لما نكون نحن بحالة قلق، أو في عنا صعوبات بدنا نواجهها أو تحديات، أكثر من لما نكون نحن مرتاحين وما عنا شيء نقلق عليه. ما فايدة أبداً أنه نحن نقعد نصفاً بالحيطان، إذا واجهتنا صعوبة بنقول أوكي خلاص ما رح نقدر نحلها أو ما رح نقدر نتعدى هالعقبة هاي. بالعكس لازم نكون كلياتنا إيجابيين حتى نقدر نواجه الصعوبات أو التحديات. وبدي من كل حدا منكم أنه إذا عنده أي صعوبات أو أي تحديات بتمنى يكون إيجابي، حتى لو شاف أنه الأمل فيها 0.0001%، كونوا دائماً إيجابيين أنكم أنتوا تقدروا تخطوا أي تحديات بتواجهكم، وإلا ما رح تعملوا شيء بحياتكم يعني تفتخروا فيه. السؤال الثاني حابب جاوب عليه كمان، إمتى رح تخلص دراستك وشو أحلامك غير طيار ومقولة بتآمن فيها؟ أوكي، أول شيء إن شاء الله هدفي أنه رح أخلص دراستي خلال سنة 2019. خلال سنة 2019 هدفي إن شاء الله أني حقدر أحققه أن يكون مدرب طيران خلال هالسنة. الشغلة الثانية، شو أحلامك غير طيار؟ في عندي شيء إن شاء الله رح أعمله مجرد ما خلص دراستي، بفضل أني ما أحكي فيه، حكيت فيه من قبل بس هلأ ما رح أرجع أحكي فيه. رح أوصل أول شيء لهدفي وبعدين إن شاء الله بخبركم شو حاب أني أعمل. مقولة بتآمن فيها، حب نفسك أولاً، هاي المقولة اللي بآمن فيها. طبعاً تحب نفسك أولاً بعد ما تحب ربك، بعد ما تحب أبوك وأمك، تحب نفسك أولاً. هلا بدي لكم شيء مني حبايبي، اني انا بوعدكم ان شاء الله اني ابذل جهد اكثر او احاول الاقي وقت اكثر للقناه حتى اقدر اخبركم شو عم بيصير معي، اعمل لكم فلوجات عن اشياء بعملها. فان شاء الله راح احاول اني ابذل جهد اكثر باتجاه هذا الموضوع، لكن بتمنى انكم تقدروا بانه دراستي اولا قبل كل شيء. هلا بدي لكم اللي شاف الفيديو هيك لاول مره او بيجي قناتي لاول مره، ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناه وما تنسوا اللايك على هذا الفيديو. وبدي لكم اني انا بحبكم كتير كتير، وشكرا انكم تتحملوني مع اني بتاخر عليكم بتنزيل فيديوهات هيك، بس انتم بتفهموني وانا بفهمكم، وبحبكم كتير يا شعب الشو الكشخه. اكيد الله معكم، مع السلامه.